فنكمل دكاترة الكلينيكال بيكتشر، معلش كان لازم ندير ريستارت الكمبيوتر. المهم الكلينيكال بيكتشر بتاع الكلينيكال فيلير في سي في اس، وصلنا احنا الفيزل سنه خيره. الفيزل سنه قلنا في هايبر تنشن، البيريكاردايتس بتصير، بيريكاردايتس وبيريكارد الافيوجن في الهارت، مش الهارت عندنا ثلاث طبقات، بيريكارديوم يصير فيك المايوكارديوم، مايوكاردايتس ممكن تزود الهارت فيلير. اسمع، في الكرونيك رينال فيلير ممكن يصير هارت فيلير بكذا طريقه. الطريقة الأولى إن في فوليوم اوفرلود، كذا ميكانيزم يعني اوفرلود، طبعا إن في ووتر ريتنشن. رقم اثنين الكترولايت ديستربنس وال lead to arrhythmia. arrhythmia هي بوتاسيوم abnormal ممكن يدير arrhythmia. يكون عندنا أصلا أسيدوزس، ده حاجة الله كبيرة. لا، ما هو الأسيدوزس شدي نقص الكونتراكتيليتي بتاع المايوكارديوم، يدير نيجاتيف انوتروبيك افكت، فهذا كله بريسبتيتنج او يؤدي الى هارت فيلير. وعندنا هايبر تنشن، سيستميك هايبر تنشن، شن تبي مزال انت؟ هذا الهايبر تنشن بروحه زياده في الافتر لود، يعني الفوليوم اوفر لود، هذا زياده في البري لود زياده عن اللزوم، وهذا زياده في الافتر لود هايبر تنشن، كل هذا هو اللي تو ذا هارت فيلير. علاوه على ذلك ان الناس اللي هم اوريدي على الكرونيك كيدني ديزيز، كرونيك رينال فيلير، مش يديروا في دياليسيز، دياليسيز ستيج 5 بالذات، يقول لك الدياليسيز هما في ماده اسمها سيلينيوم موجوده في الجسم، هذه تنقص عند الناس اللي يديروا في دياليسيز، لانها بتطلع في المشين، بتطلع من الجسم. فالسيلينيوم مهمه في الفاتي اسيد ميتابوليزم، ده فاتي اسيد ميتابوليزم امبورتنت. هي الفات لما نطلع منها انرجي، نكسرون نطلع منها انرجي، فتتحرك الخلايا. فبنعطيك معلومة تقول إن المايوكارديال سيل تعتمد اعتماد كامل وأولي، أولي اعتماد أولي في الإنرجي بتاع الطاقة بتاع الهارت على الفاتي أسيد، مش على الجلوكوز زي الخلايا التانية. فأصلا الفات لما يجي يبدأ معاش يقدر يتكسر في المايوكارديوم، فالإنرجي بتاع المايوكارديال سيل تنقص، لأن السيلينيوم ناقص في الدياليسيس بيشنت. تمام؟ فنعاود، السيلينيوم هو مهم في الفاتي أسيد ميتابوليزم في خلايا خلية المايوكارديوم. تمام؟ فخلية المايوكارديوم ما عادش عندها سيلينيوم، لأن السيلينيوم نقص في جسم الناس هي، لأنهم يديروا في دياليسيس، دياليسيس يطلع السيلينيوم من الجسم، فبالتالي ما عادش هيكسر فاتي أسيد، فالإنرجي بتاع المايوكارديال سيل جيم بيسيلها تنقص. كويس، هذا بالنسبة للهارت. المايوكارديوم، الإندوكارديوم معلش كالسيفيكيشن، كالسيوم في الفالف يدير اورتيك ستينوزس، فالف ليجن ستانيات، المهم الاورتيك ستينوزس من الكومن، اورتيك فالف كالسيفيكيشن، فحتى كوندكتيف بروبلم معناها، لان الاورتيك فالف بحدا الافي نود، فيدير مرات هارت بلوك، هذه مهمه. باهي تعال على اللنج ريسبيراتوري، شنو يصير في البالمونولوجي؟ شنو يصير بلورا بلورزي؟ قلنا بلورا الفيوجن، يوريميك ازما، يوريميك برونكال ازما اجريفيشن، يوريميا بعد ديرها، هذه مهمه. دير بالمونري إديما، لأن في هلبة فلويد ممكن تصير بالمونري إديما، هذا كومبليكيشن زي سيريبرال إديما ما قلناها. وعندهم ريكارنت انفكشن، طبعا جماعة هادو عندهم ريكارنت انفكشن، راهو قريب الانفكشن فيري كومن عندهم، لأن المناعة ناقصة بعدة طرق. باهي ديوريا هي تنقص السيلولر والهيمر الإميونيتي. باهي هذا بالنسبة لشني لللنج. جي اي تي عاد خيرها، والله الاسوفيجاس هيكون عندها كانديديازيس ممكن تصير له كانديدا. تمام، مش اورو فارنجيال بس، لا لا، حتى اسوفيجيال كانت تسحبها عندها ايدز انت، وهو لانه اميون كومبرمايزد بيشن. صحيح، فالميونيتي بتاعها ناقصه، فبالتالي كانديدا تنزل لوتو، فهذا علاش. فهذا في الاسوفيجاس، في ستومك جاسترايتس، ستومك جاسترايتس، ستومك جاسترايتس ده. في الانتستين طبعا الكترولايت مهمة، الانتستين ممكن يصير فيها كونستيبيشن لدرجة باراليتيك ايليس مرات توصل كونستيبيشن، والالكترولايت يدير كونستيبيشن هايبر كالسيميا طبعا هنا، والهايبوكاليميا. الدائرية ممكن تصير على هيئة ديزنتري. تمام، علاش؟ من هي الديريك اليوريا؟ تمام، معناتها ممكن يصير بالترنيشن باول هابت، هذا في الجي اي تي بس.
طبعا فصل الجياتين تذكر الليفر ولا يخشوا في فايرال هيباتايتس. علاج فايرال هيباتايتس بسبب الدياليسيس. الفايرال هيباتايتس هنا قد يكون الفايرال هيباتايتس سي اكثر طبعا او حتى البي او غيره، لكن يكون هي المعلومه مهمه شويه ان ليفر انزيم والبيليروبين بما رغم ان عندهم يعني فايرال هيباتايتس المفروض شنو يكونوا هم؟ الفايرال هيباتايتس عاليات، هم يكونوا في الناس هذه نورمال، نورمال ليفر انزيم نورمال بيليروبين. علاج الوحيد الهيباتايتس فايرال هيباتايتس الوحيد اللي يكون عنده ليفر انزيم نورمال وبيليروبين نورمال هم الناس اللي على الدياليسيس، لان الدياليسيس بيسحب كل الليفر انزيم اللي زايده في الدم والبيليروبين تمام، فبياخذهم برا فما تلقاه. فكيف تعرف ان خش في فايرال هيباتايتس؟ ما تقيسليش دي ليش ليفر فانكشن تست عاديه، دي لي فايرال سكرين فايرال ماركر تمام كويس. فالليفر فانكشن تيست مي بي نورمال، ليفر انزيم نورمال ان بيشنت ود فايرال هيباتايتس ان توب اوف كرونيك كيدني ديزيز بسبب شنو؟ الدياليسيس. ما تنساهاش هذه. بنكرياس يخشوا في بنكرياتايتس، طبعا احنا عارفين ان البنكرياتايتس تصير مع الهايبر كالسيميا مش بسبب ستون ولا حاجه، ولكن الكالسيوم اصلا يزود في الاكتيفيشن اوف تريبسينوجين الى تريبسين، فدي يزود الاوتو ديجيشن، يزود الاوتو ديجيشن في البنكرياس. هذا ايش يدير في اكيوت بنكرياتايتس، واصلا بنكرياتايتس يدير بعدين هايبوكالسيميا. ده هذا بالنسبه لي للمانيفستيشن ريجاردنج للجي اي تي والليفر والبنكرياس. المسلز شنو اخبارها؟ المسلز عندهم ممكن يصير فيهم الناس هادو مسل كرامب، مسل كرامب، مصر كرام بسبب شنو؟ الكترولايت ديستربنس سبيشالي هايبوناتريميا يدير مصر كرام، وحتى الهايبوكاليميا يديرها لكن هايبوناتريميا اكثر. هنا يصير حاجه في الهايبوناتريميا، هايبوناتريميا هنا ذكرنا حاجه توا، يصير حاجه اسمها اريتابل، اريتابل ليج، يبدا البيج ديما يحرك في رجله بتاعها لان يحس كان في بين، والبين ينقص مع شنو؟ مع الحركه. هذه بارت من ريستلس ليج سندروم، باهي مش مهم هلبا لكن مرات تجي في الام سي كيو. فالكرونيك كيدني ديزيز عندهم ريستلس ليج سندروم باهي. المصل ممكن تصير فيهم مصل اتروفي، طبعا انت بتقولي لان البروتين ينزل، لا لا، مصل اتروفي ويستنج يعني في المصل بسبب ديسيوز، لان ما يتحركوش كويس. علاش ما يتحركوش؟ لان عندهم بين، بون بين، تذكر فيه البون ولا لما قلت تكلمنا عليه؟ فعندهم بون بين فديكريز في الموفمنت اموبيليتي، فبتزود الاوستيوكلاست اكتيفيتي هي اللقطه، والاوستيوبلاست تنقص فيبدا عندها حتى شنو البون ديزيز اكثر، وتزيد عليهم مصل ويستنج لان ما تتحركش العضله. العضلات ممكن يصير فيهم تيتاني which is rare rare، لان شنو فيه؟ لان التيتاني prevented by acidosis، لان الاسيدوزس تزود في الفري كالسيوم قلنا. باه الحاجة اللي بعدها البون تكلمنا عليه خلاص، اوستايتس فيبروزس سيستيكا بسبب تيرشوري هايبر باراتيرديزم اللي هي يوريميك اوستيودستروفي يقولوا لها او رينال اوستيودستروفي، والجوينت يصير فيهم ارترايتس ان فورم اوف كريستال انديوسد ارتروبتي اللي هي الجاوت تمام. هذا بالنسبة للكلينيكال بيكتشر تاع حالات شنو كرونيك رينال فيلير تمام. فيري نايس تمام. دكاترة ال في حاجة هنا مهمة، الأورجن كلها تكلمنا عليها معناها الكرونيك كيدني ديزيز ككلينيكال بيكتشر، أغلب الأورجن في الجسم كلها تنضر بحي. في معلومة بس هنا مهمة نبي نقولها لك، الكيدني هي المكان الوحيد ما تكلمناش عليه ولا الكلية شنو وضعها في الكرونيك كيدني ديزيز؟ توا في الاكيوت رينال فيلير ما كانش الكيدني سايز مركزين عليه هلبا هنا، لكن في الكرونيك رينال فيلير يقول لك مفروض تكون شرانكد الكيدني، شرانكن في الكرونيكس، في الكرونستي الكيدني تصغر تبدا اقل من 9 سنتي. لو قلت لها الترا ساوند هذا على حسب كتاب اكسفورد، لكن لو لقيتها هي اصلا شخصتها كرونيك رينال فيلير وهي لارج سايز معناها تفكر في اسباب معينه ممكن ديريك المعلومه هذه مسكيو. الكرونيك رينال فيلير الكيدني سمول ما عدا في الاسباب هذه
تخلي الكيدني لارج، دير كرونيك رينال فيلير والكيدني لارج اللي هما الهايدرو نيفروزس، يكون عندها هايدرو نيفروزس بلفيس متوسع با ادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز، هذه مشهورة، هو مشهور بوليسيستيك كيدني، مش قلنا دير رينال كرونيك رينال فيلير هو الموست كومن هيريديتري كوز، وال حتى الأمايلدوزس لو ترسب ودار كرونيك رينال فيلير والمايلوما، هادو أسباب يديروا شيني كرونيك. آخر حاجة ممكن تحطها some cases of diabetes mellitus هو الموست كومن ممكن يديرها، لكن الكوز استنت مش كل الكيس بتاع الدايبيتس، لكن مرات يجيبها لك في الام سي كيو صح، معناها هادو ممكن يكونوا لارج كدني، لارج كدني في الكرونيك، في معناها احنا في الكرونيك متعودين شنو تكون سمول اصغر من 9 سنتي. هذا بالنسبه لشني للكلينيكال بيكتشر بتاع الكرونيك رينال فيلير. كويس، بنقول انفستيجيشن، واتس ذا انفستيجيشن كرونيك رينال فيلير، شنو احنا الانفستيجيشن اللي بنديروه؟ اول حاجه ني تو كونفيرم دايجنوزس، نبي نشخص كونفيرم دايجنوزس، المفروض اني عندي شني، عندي ديتيريوريشن في رينال فانكشن في اكثر من 3 شهور صح ولا با، يكون فيه ديكريز في الجلوميرولر فلتريشن ريت، خلاص معناها نحسبوا الجي اف ار المفروض نلقوا ناقص، مش حتى الجي اف ار لما تحسبها تعرف اما ستيج، ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 صح ولا مش قسمناها مكي. هذا تو كونفيرم دايجنوزس هنديرو حتى بلود تيست، شو منديرو هاد؟ شوف لما نقيسو الجي اف ار معادلة معينة هكي مش عليك حفظها متحفظهاش، الجلوميرولر فلتريشن ريت لقيناه ناقص تمام ناقص، نبدو نشوفو البلود تيست، في البلود شنو تبي تشوف؟ دير لها سي بي سي شوف عندها انيميا ولا لا، با هادي تساعدك حتى تعرف الكومبليكيشن، ومهم دير لها الالكترولايت انفستيجيشن الكرونيك رينال فيلير. فالانيميا تعالى عاد واحده واحده بالله، الانيميا ممكن يكون عندها انيميا بسبب الاريثروبايتين ناقص، هي انيميا في كرونيك النس اريثروبايتين ناقص نورموسيتك، ركز في الكلام هذا لان مسكيوها نورموكروميك، حجمها ولونها طبيعيات لكن العدد ناقص، ممكن تكون فوليت ديفيشنسي. ها كيف الفوليت ينقص في كرونيك رينال فيلير؟ عن طريق الدياليسز ينقص في الفولات، فبالتالي تجيك مرات ماكروسيتك يا اخي ميجال بلاستيك تكون با، تكون يا اخي ماكروسيتك من نوع الميجال بلاستيك، يعني تلقى حتى الام سي في فوق ال 120 با. الحاجه اللي بعدها قال لك ممكن تلقى في بلاد لوس يصير لهم، لو بلاد لوس معناها يخشوا في ايرون ديفيشنسي، كيف مايكروسيتك قصدك؟ ايه فكل الانواع الانيميا بلاش يصيرهم بلاد لوس بالدياليسز، ممكن يصير له بليدنج في الدياليسز باهي، ياخذوا حتى في هيبارين هذا علاش باهي، هذا كلهم الاسباب. يعني انت عندك نيوتريشنال ديفيشنسي مال ابزوربشن، يوريميا مداله مال ابزوربشن ممكن نفس الشيء، لكن هذا يعني انيميا بكذا طريقه. تعال الالكترولايت، شنو يصير في الالكترولايت؟ ترى هتلقى في بالنسبه للالكترولايت الصوديوم هني عاد لازم تركزوا معي، ممكن يكون عالي ممكن يكون ناقص على حسب، لكن غالبا هيكون الصوديوم ممكن يكون عالي لما تكون جروميولار دامج تمام، ولو تيبيول هيكون الصوديوم لو تمام غالي. مهم حاجة الثانية البوتاسيوم، هيكون خير البوتاسيوم لو في الايرلي ناقص لان الدستيرون زايد في الايرلي، لكن في الليت الدستيرون يخدم يطلع لكن ما يقدرش يخدم، فهاي هذا عش قلنا هايبركاليميا ماركر فور اند ستيج كرونيك رينال فيلير. فوسفات الفوسفرس شنو وضعها؟ زايدة هذه طول. شو رأيك في الكالسيوم؟ هذا بتطلب براحة كالسيوم مش هيجيك مع الكترولايت، هيكون خيره ناقص أو نورمال أو زايد، شنو تقصد؟ في البداية ينقص بعدين هايبر باراتيرويديزم سكندري ديرنا نورمال تمام، بعدين تيرشوري هايبر باراتيرويديزم ديرها هايبر، حفظناها مادو خلاص. ها في عندها في البلد تيست بنديرو ناخدو ارتيريا بلد غاز نشوفو البي اتش، شنو نلقو؟ نلقو ان البي اتش ناقص اسيدوزس هذه مهمة، ونلقو ان البيشنت عنده البايكارب، البايكارب تلقاه ناقص لانه ميتابوليك اسيدوزس، والسي او 2
مفروض مفروض لو ندار كومبنسيشن تبدا السيل هواش او تنقص. لو لقيتها سي او 2 ناقصه معناها هذا شنو صاير؟ صاير كومبنسيشن كومبنسيشن تمام، لان سي او 2 لما ينقص يدير اسيدوزس، لو زاد اسف لو زاد دار اسيدوزس، لكن لما ينقص يدير الكالوزس. فهو هنا هذه هيك المنظر هذا تلقاه هيك ميتابوليك اسيدوزس تمام. هذا بالنسبه لشني للبلد تيست بنشوفه. لو خديت يورين تشوف اليورين مرات تلقى كلرلس يورين، كلرلس يعني خيره ما فيش، لان علاش ما فيش اللون؟ لان يورين يورو كروم بيجمنت ما تطلعش صح ولا لا، هذه مهمه. هذا علاش نقول عليه كلرلس. هذا بالنسبه لشني الانفستيجيشن الاوليات اللي ممكن نديرهم. تعال عاد انا راه نسمي في الانفستيجيشن هذا مش نقول لك دير سي بي سي شوف الالكترولايت وخلاص هكا، نقول لك الريزلت على خاطر هذه يجيبوا فيهم في الاسئله تمام. في الكرونيكين فير شنو نلقى الكالسيوم شنو نلقى الصوديوم هيك تمام، فانت تبدا عارف شنو عندك. تو نبغى نديروا ايمجينج تكنيك على الكدني الترا ساوند، هذا باش نعرفوا الكوز الاندرلاين كوز. علاش؟ هو لما دير الترا ساوند الكدني على الكدني تعرف السبب. ايه مش قلنا ممكن تلقاها سمول ممكن تلقاها لارج صح ولا لا؟ لو لارج هذه شنو عادة تكون؟ قلنا أميلدوزس هيدا الفروز اللي سميناهم فوقها هما تمام في الكدني سايز، هادو كبار. بس سمول شرنكت كدني صغيرة شنو السبب؟ شنو يكون السبب؟ شوف السمول كدني غالب الأسباب، لكن الموست كومن كوز اوف قلنا جروميناليتس جروميناليتس تنضرب ولا مش من الموست كومن هو، لكن يعني كومن كوزز ان الدايبيتس يضرب ويضرب الجروميولاي، في جروميلونيفرايتس فالدايبيتس يدير كرونيك جروميلونيفرايتس تمام كرونيك تايب. او عندنا حاجه اسمها كرونيك بايلونيفرايتس بايلونيفرايتس حتى هي كنا تسبب باهي. هادو زوز يديروا سمول سايز كدني، هادو زوز يديروا سمول سايز كدني خلاص. في عاد حاجه بنقول لك عليها تفرق بيناتهم هذا ولا هذا بحاجه واحده مهمه، ان تلقى الكدني سيمتريكال بايلاترال سمول سايز سيمتريكال بايلاترال تمام خير. هنا يكون البيشت عنده الكدني شكل بعض نفس الحجم الزوز في جروميلونيفرايتس، لان امينولوجيكال يكون جروميلونيفرايتس ممكن يكون تمام يعني نفس الافكشن يمين يزال اليسار، لكن البايلونيفرايتس انفكشن اهو نيفر نو يضرب اليمين الكدني اليمين يزال اليسار، يضربهم الزوز ويدير كرونيك كدني فيلير، لكن تكون في اسيمتريكال في السايز اسيمتريكال في السايز تمام. هذا باش يقول لك توا سيمتريكال بايلونيفرايتس يكون الكدني صح، اما الجروميلونيفرايتس تكون سيمتريكال في اتروفي وسيمتريكال اتروفي في الكدني وسيمتريكال. وندير ايمجينج بالدوبلكس الترا ساوند على الرينال ارتري باش نعرف الكوز، يعني ارتري مرات ستينوزس هو السبب مرات تمام. هذا مهم. جي عاد واحد قال لي شو رايك تدور على الانتي نيوكلير انتي بادي وانتي دبل ستراند دي ان اي انتي بادي. قلت له علاش؟ على خاطر الفاسكولايتس هذه اللي صايره جروميلونيفرايتس بسبب السل اي مرات صح ولا لا؟ ستيمك لوبس سموها لوبس نيفرايتس من دايره كرونيك رينال فيلير تمام. باه ندوروا حتى مرات تلقى البيشنت هو يقول لك بتدور على الكومبليكيشن. والله عاد هذه فصل انت في دماغك فصل الامتحان لازم تفكر. مثلا يعني يجي يقول لك اللايبيز والاميليز ليفل لايبيز واميليز مهمات نشوفوهم لو جاك بابدومينال بين كرونيك كيدني فيلير. معلاش لايبيز واميليز؟ هو قال لك اني لايبيز واميليز مرات عندها بنكرياتايتس صح، فهي الكرونيك كيدني فيلير ممكن تدير بنكرياتايتس طبعا، مش قلنا احنا ممكن تدير بنكرياتايتس بالهايبركالسيميا صح ولا لا؟ هذا بالنسبه لنا احنا ممكن تدير ابدومينال بين بجاسترايتس، ممكن تدير ابدومينال بين بترومبوزس، عده اسباب هي يعني نشوفوا شين بتدير تاني. والله جاء واحد عاد قال لي دير ايكو دير اي سي جي على خاطر الكترولايت تشوف الهايبر كاليميا هذه دير في مشاكل، دير بيك التي ويف تلقى التي ويف طويله هلبه تمام. الايكو على خاطر القلب انه بيخش مرات في هارت فيلير، ام ار اي وسي تي سكان على البرين مرات نحتاجو لهم على خاطر برين ديما ومشاكل في البرين اللي قلناها، تشستك سريع على خاطر بالمنري ديما مرات يخش فيها او هذه الكومبليكيشن، اندوسكوبي على خاطر جي اي تي نفسه نشوفه كانديدا لانفكشن ولا جاسترايتس ولا السر، ونديرو اتليست على البون سكان نديرو حتى على الاقل اكس راي باش نشوف الارترايتس او البون انفولفمنت باش احنا اوستيوديستروفي والسيست هذيك باهي. هادو في الانفستيجيشن المفروض يندارو يعني يندارو لحالات شني الكرونيك كيدني او الكرونيك رينال فيلير تمام.
في اليورين شين قلنا احنا اليورين شين تلقى كلرلس ولا قال لك في اليورين مرات تلقى حاجه اسمها برود برود يعني عريضه برود كاست كاست اللي هي عباره عن السلندر هي اللي هو بتاع التيبيول تمام شد دكي سلندر بروتين تاع اللي هو تاع مورس في البروتين ينزل لكن ينزل عريض برود برودكاست تمام هذا شنو علاش برود قال لك هذا ينزل من التيبيولز عرفتوهم هذوك اللي قلناهم في الباتوفسيولوجي التيبيولز اللي هي قاعده تخدم جروميولاي مش في جروميولاي في النيفال في الباتوفسيولوجي في الاول قلنا جروميولاي نضربط والبلد مشفت مشى الجروميولاي نورمال فهنا يبدا فيها الضغط عالي هي الجروميولاي هي فاصلا تيبيول يخش لها هلبا فلويد فبالتالي تبدا برود تمام تبدا برود يعني المهم هذه مش يعني لو جاتك في الاسئله اشوف تمام حاجة تانية بنقولك على أخيرة إن في نقطة تبتها في الرينال باي إن جنرال التيبيول هما البروكسيمال كونفيليت التيبيول واللوبوفينل والديستال كونفيليت التيبيول والكوليكتينج داكت بنقولك عليهم حاجة بس هذه جوميولاي ولا هذا النيفرون مثلا لو كانت الكدني لو كانت التيبيول انضربت هي تخدمش تيبلر دمج في رأيك أنت لو ان جيت انا مثلا خلينا من التيبيولر دمج افرض واحد هذا نيفرون طبيعي خلينا نبدا هيك باش تبدا فاهمنا من الاول هذا نيفرون طبيعي جو مليح تيبيول كويسه سليمه 100% افرض انت شربت ميه هلبة بولي دبسي شربت ميه هلبة زي في رمضان قلنا شربت ميه هلبة هلبة شين بيصير بينزل فلتريشن هلبة بيورينيت هلبة انت بدير يورين هلبة اليورين هذا كميته عاليه وزمولاريتي ناقصه ينزل خفيف تمام جرافيتي ناقصة باه كلها علاش لأن شربت هلبة أنت بيفرض ما شربتش صايم فاستنج قعدت طول اليوم ما شربتش مية تمام هجي تلقى اليورين لونه داكن صح ولا وتلقاه سبيسيفيك جرافيتي عالية وحتى شوية بروتينات ممكن تنزل فيه أورتوستاتيك بروتين يوريا يسموه المهم معناها هنا على حسب شربك للمية على حسب فاستنج ممكن اليورين ينزل ديليوتد يورين ممكن اليورين ينزل شيني كونسنتريتد في الفاستنج صح ولا سبيسيفيك جرافيتي شيني تختلف فلما تنزل فوليوم هلبة سبيسيفيك جرافيتي تنقص ولما تنزل بول شويه تمام اليورين شويه السبيسيفيك جرافيتي شيني سيلها سبيسيفيك جرافيتي تزيد تمام كونسنتريتد يورين باهي لما يبدا عاد التيبيول طبعا هذا كله بسبب ان التيبيول هنا هو اللي يتحكم في الفوليوم تاع اليورين لانه هو اللي بيدير ريابزوربشن هو اللي بيدير اكسكريشن لو التيبيول انضربط هيبدا اليورين سبيسيفيك جرافيتي لا تزيد لو شربت ولا تنقص تقعد ثابته لان اللي كان يدير في كونسنتريشن يورين وديليوتد يورين يتحكم فيه تمام اللي كان يدير في سبيسيفيك جرافيتي هي يغير فيها على حسب الاماونت اللي شربتها انت ميه كان التيبيول فالتيبيول لما يضرب يكونوا عليها يسموا فيها fixed specific gravity فأي tubular damage هيدير fixed specific gravity هذه بيكتبتها في النيفرولوجي كلها مش في الكرونيك كرينال فيلير بس في أي مكان التيبيول فيها انضربت خلاص بس هذا هو هذا بالنسبة لنا احنا توا تكلمنا على شني على الانفستيجيشن تاع الكرونيك كرينال فيلير خشوا عليه شني التريتمنت هاو تريت هاو وي كان تريت بيشنت وذ كرونيك كرينال فيلير مبدئياً هيك باش ما تنصدموش ها ما فيش علاج ما فيش سبيسيفيك تريتمنت يعني خلاص الريفرسيبل الموضوع باهي يعني احنا ويل تريت الكومبليكيشن نحافظوا عليه الكومبليكيشن تمام ولو هو انديكيتد فور دياليسيس ندخلوه على الدياليسيس لان مش كل حاله كرونيك رينال فيلر ندخلوه على الدياليسيس زي مش كل حاله اكيوت رينال فيلر ندخلوه على الدياليسيس تمام في انديكيشن تو نقولوا معناها وي ويل تريت شيني توا كومبليكيشن بيشت عنده هايبرتنشن شن بديلنا تعطيه انتي هايبرتنشن شن يحسن انتي هايبرتنشن تعطيه له انتي هايبرتنشن خلاص كدني اند ستيج ماتت كدني الريفرس شن انتي هايبرتنشن تعطيه له بيش الضغط يزيد تعطيه اس انهبتر كيف اس انهبتر مش قلنا الاس انهبتر دي رينال فيلير كيف تعطيه في حالة رينال فيلير يا دكتور لما تبدا الحاله اوريدي كرونيك رينال فيلير فالكدني اوريدي دامجت خلاص انت منشين خايف انت اصلا الكدني اتدمرت بتقول لي نزيد ندمر في فرق قلنا بين رينال امبيرمنت
ان البيشنت نوت اون دياليسيس، لكن لما يبدا البيشنت خلاص اند ستيج وعنده هايبرتنشن، احسن حاجه شني ايس انهبيتور. حتى جاتك في الاسئله راهو يبوا شني الايس انهبيتور، لكن لو قاعد ايرلي تمام واكيوت رينال فيلير ما ينفعش تعطيه ايس انهبيتور، ما ينفعش ريفرسبل. هذاك شنو تعطيه للضغط هذاك شنو تعطيه؟ يعني اعطي حاجه غير انك تعطي ايس انهبيتور، الكالسيوم شانل بلوكر بيتا بلوكر ممكن تعطي لو ما فيش كونتر انديكيشن ليهم تمام، لكن ايس انهبيتور لا. في الكرونيك رينال فيلير تعطي ايس انهبيتور للهايبرتنشن. ممكن بعض الحالات نعطوهم مانيتول، وعرفنا المانيتول نعطوها امتى مش حتى بريفنت الايديما سيريبرال ايديما طبعا. بقى كونفولجن صار له كونفولجن خش ريكارنت كونفولجن بدا ابيليبسي، والابيليبسي هي ريكارنت كونفولجن، شني انت ابيليبتك خلاص ابيليبسي. فهذا بالنسبه لنا يعني شني خلاص اليوريما ما عادش في الكومبليكيشن لا اكثر ولا اقل. لو رينا الامبيرمنت قلنا في الانتي هايبرتنشن راه مكرر بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر واحده منهم استخدمها. لو انه هو خلاص اند ستيج تعطيه اس انهبيتور افضل شيء. في الايرلي ستيج قال لك بعض الحالات يتحسن تمام، انت اصلا بتدير لشني مونيتورينج بعد ما تعطي اس انهبيتور. المهم لو جاتك في الاسئله اس انهبيتور في الكرونيك رينال فيلير مين اعطى احسن واحد يشني بالذات في الاند ستيج رينال فيلير اند ستيج رينال ديزيز خلاص ستيج 5 خلاص اس انهبيتور اللي بعدها عفوا. الفكره في الموضوع انه قال لي لو كان واحد عنده رينال فيلير كرونيك رينال فيلير كرونيك رينال فيلير ولكن ستيج 1 او ستيج 2 وعنده هايبرتنشن يعني بكري، مش قلنا ممكن نعطي بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر؟ في حاجه باسمه ذلك ان في ادويه زي الالفا بلوكر، يفضل الفا بلوكر حتى هو ممكن نستخدمه تمام، او الفا ميثايل دوبا الفا ميثايل دوبا تعرف هذا ما يزودوش حتى في كرياتينين ما يزودوش في ميتابوليزم بتاعهم من التوكسيك اقل، فنعطوا فيهم مرات للهايبرتنشن. لكن الاس انهبيتور قاعد هو ديما انا شبحت الاسئله كلها ايس انهبيتور تريتمنت ايس انهبيتور تريتمنت ديما ماشيه مع ايس انهبيتور. هذا كنشوفه في الواحد هذا في الهايبرتنشن والكونفولجن وبيليبسي وغيره. في عاد نقطه تو يقول لك ان عاده البيشنت هنا لو عنده مثلا بيبتيك ألسر تعطيه انتي بيبتيك ألسر ديزيز انتي بيبتيك ألسر دراجز، ممكن هنا الرانيتيدين افضل تمام لانه بياخذ عده ادويه فالاميبرازول عنده كذا دراج دراج انتراكشن تمام، عنده بروريتس في السكن مثلا بروريتس في السكن نعطوه انتي هيستامين تمام، واحيانا نعطوه النالوكزون نالوكزون هذا انتي دوت للوبيويدز تمام، ممكن نعطوه از انتي بروريتيك ايجنت لحالات الكرونيك رينال فيلير تمام. فبالتالي هنا ممكن نستخدموه للبرورايتس يا جماعه الكرونيك رينال فيلير ممكن نستخدموا له مدى النالوكزون تمام. هذا بالنسبه لشني مثلا للبرورايتس، هو اصلا على السين برورايتس اليوريميا دي البرورايتس باهي تعرفوا اذا كانت الكرونيك كيدني ديزيز في السكن بروحها ليه كذا مصيبه يعني تصير لك كذا حاجه في السكن بس تمام. كيف في السكن نفسها صح إديما ممكن نلقى جمعهم لكم بس فورست سكن اللي هو دوك اللي قلناهم عليهم اللي يطلع في العرق تمام زي الفورست تلج يعني تمام حبيبات زي الملح حكي تمام، عندهم برورايتس تمام ممكن يكون ايرثي براون يكون سكن يوروكروم بيجمنت ما هو هذي تمام، ممكن يكون بيلر سكن خطر انيمي يعني كذا فاينك في السكن ممكن تلقاه بهاي. فهذا بالنسبه للاكزامينيشن لو جاتك حاله كلينيكال اكزامينيشن رينال فيلر انتي هيستامين والنالوكزون كان بيوزد از انتي بروريتيك ايجنت بهاي فيهم. بالنسبه في كريمات ممكن تستخدم حتى الكوليسترامين بهاي الكوليسترامين مهم انتي بروريتيك ايجنت كان بيوز. البون شنو نعطوه لو البون خايفين على البون نعطوه فيتامين دي وكالسيوم لازم نجمعها هذا لازم سبليمنتيشن فيتامين دي كالسيوم تمام نتراجعوا انتي هايبرتنشن انتي بيليبتيك بيبتيك ألسر نعطوه الرانيتيدين برورايتس نعطوه انتي بروتيك ايجنت بون فيتامين دي اند كالسيوم. انيميا كيف تعالجها الانيميا بتاع الكرونيك رينال فيلير كيف تعالجها الانيميا؟ شوفها هي انيميا في كرونيك رينال فيلير ولا انا اقول لك حاجه بقى انت بتعطي اريثروبايوتين هيك ولا هيك بتعطي اريتروبيوتين هذا مين ستيت تريتمنت. اريتروبيوتين هيزود سنتسيز اوف ار بي سي ولا هيستهلك منه هيستهلك الايرون في الجسم
هدخلك في ايرون ديفيشنسي انيميا اصلا، وهذا السبب الثاني لايرون ديفيشنسي انيميا غير الدياليسيز وبلاد لوس. فهمتها؟ معناها انت لما تعطي ريتروبيوتين تستهلك في الايرون اللي موجود في الجسم انك تزود في تصنيع الار بي سي، لان ريتروبيوتين يمشي البومرو يزود تصنيع ار بي سي، تمام؟ فلو سمحت لما تعطي ريتروبيوتين اعطي معها ايرون واعطي معها فولات، يعني نيوتريشن كويس، بالذات اللي على الدياليسيز لازم تعطيهم فولات لازم، واعطيه 5 ملي جرام شنو بيدير له. نعطوا سيلينيوم، في دواء اسمه سيلينيوم اصلا تلقاه باهي، هذا على خاطر القلب. السيلينيوم هو على خاطر الفاتي اسيد، فاتي اسيد اللي قلناهم ميتابوليزم في القلب، تاخذ انرجي القلب بتاعها وجوه منيح باش ما يخش هارت فيلير. باهي شنو اخبار الاكل؟ يقول لك كيف ناكل يا دكتور الماكله شنو ندير؟ شو رايكم؟ والله الاكل هنا عندك الكربوهيدرات ياكل عادي زي ما يبي، الا لو كان دايبيتك طبعا، تمام؟ تخاف انك انت من دلاش دي، لو هو دايبتك بتدير له كنترول. الفات ديكريز علاش؟ لان اصلا يزود النوزيا، هو اوريدي عنده يوريميا مدارك له نوزيا. البروتين شو منديروا له؟ البروتين على فكره هنا مقصوه مش اليوريا ما تزيدش، تمام؟ هذا مهم. يعني هم يقول لك ياخذ نص جرام، نص جرام في كل كيلو، لكل كيلو مش نص جرام بروتين في اليوم بس، لا نص جرام في وزنه اضربه في كل كيلو جرام من وزنه، 70 كيلو اضرب نص في 70، تمام؟ فياخذ 35 مثلا جرام مثلا بروتين في اليوم. فهذا هو بالنسبه للبروتين كيف ياخذ. باهي طبعا اكيد السولتس، السولتس كلها تنقص لان ممكن الضغط زايد. الحاجات اللي فيها ذات بوتاسيوم في الاندستيج، فوسفات، تمام، عصير البرتقال، عصير الطماطم اللي هو اي حاجه طماطم برتقال حاجات هاي، اوكي؟ هذا بالنسبة كلها مفروض ينقص الصوديوم والحاجات هذه. في عاد حاجة بنقول لكم عليها، الكترولايت شنو نديروا لها؟ الكترولايت نعدلوها مفروض بالانس، وعلى حسب هي زايدة ولا ناقصة. ما تقدرش تقول نعطي ولا مش هنعطي، يعني شوف انت هي زايدة ولا ناقصة. بس في حاجة مهمة احنا نديروا فيها بالذات للفوسفات، تمام؟ لما نتكلمت على الهايبركاليميا في الاكيوت رينال فيلير خلاص المانجمنت بتاعها، تمام؟ الكالسيوم تكلمنا توا عليه في الهايبوكالسيوم، تعطي فيتامين دي وكالسيوم. في الفوسفات الزايدة، هو الفوسفات باش يزيد احنا نعالجه فيه في الاكيوت رينال فيلير، تكلمت على حاجة اسمها الامونيوم هيدروكسايد في الاكيوت رينال فيلير، جل اورال نعطوه ينقص الابزوربشن كويس و100 100 وعلى فكرة كويس. في الكرونيك رينال فيلير هذا افويدد دواء باش تعالج الهايبر فوسفاتيميا. علاش؟ لان هذا يزود في الديمنشيا اللي مرة قلت لكم عليها، الالمونيوم الموجود يزود ديمنشيا. هو الالمونيوم هيدروكسيد انت اسيد اصلا، اللي هو انت اسيد بتاع الحموضه، تمام؟ فيزود ينقص في الابزوربشن بتاع الفوسفات، استخدمناه في الاكيوت رينال فيلير، في الكرونيك رينال فيلير يزود في الديمنشيا، فما عادش يبدو يستخدموا فيه في الكرونيك. فشنو نستخدمه؟ نستخدموا حاجه اسمها بايندر، اللي هو فوسفات بايندر. شنو هو الفوسفات بايندر؟ يشد في الفوسفات ما يخليش يصير له امتصاص، باهي، وينقص. عنده عده وظائف اسمها كالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات، وفي فيه منه كالسيوم سترات، تمام؟ بس هي كالسيوم كربونات افضل. علاش؟ لان كالسيوم كربونات نستفيد بثلاث حاجات باش ننقص الفوسفات، هي نعطي كالسيوم كربونات. اولا الكالسيوم هنا هيخش الجسم هيزود لي الهايبوكالسيميا لو كانت موجوده، هو في هايبوكالسيميا هرقي الكالسيوم، صح ولا؟ هذه نقطه. الا لو كان عنده هايبركالسيميا اوريدي خش في هايبركالسيميا البيشنت، تمام؟ النقطه اللي بعدها الكربونات بتعالج لي شويه الاسيدوزس اللي عنده. وثالث حاجه انه بينقص الفوسفات ابزوربشن فروم ذا جي اي تي، فروم ذا جي اي تي. فهو بنستخدمه هذا كويس، يعني كالسيوم كربونات في شني؟ في علاج الهايبر فوسفاتيميا في حالات الكرونيك رينال فيلير، تمام؟ كويس. هذا بالنسبه لشني الاوبشن تاع التريت. باي واحد يقول لي باي افرض خش بالمنري ديما، يا سيدي خلاص توا دي ايمرجنسي، عالج بالمنري ديما 45 ديجري، اعطيه اكسجين، مورفين، ديوريتكس، ما عندكش حل ثاني، تمام؟ فبتبدا البيشنت حتى على الديوريتكس وتبدا ايمرجنسي، فبتبدا البيشنت تشوفه بالمنري ديما هذه، تمام؟ لكن نوت ريسبوند دياليسيز بالمنري ديما، نوت ريسبوند سيربرال ديما، نوت ريسبوند دياليسيز، تمام؟ من السيفير كونديشن ديما دياليسيز، تمام؟ تعال عاد وصلنا لكلمة الدياليسز. الدياليسز فيه حاجة اسمها الدياليسز بأنواعها،
وفي حاجه اسمها رينال ترانسبلانت. لو سمحتوا تركزوا معايا، لان بدات الاسئله تنسال هلبه على المواضيع هذه، لان عارفين ان الطلبه ديفيشنسي في المواضيع هذه، تمام، ما يقروش فيها هيك كويس. الزوز العلاجات هادو يعتبروا اسمهم رينال ريبليسمنت تريتمنت ثيرابي. لما الدكتور يقولك شنو هو الرينال ريبليسمنت ثيرابي، تقول له الدياليسيس بانواعه ورينال ترانسبلانت. كويس، كانك انت يعني حطيت له رينال جديده، او الدياليسيس يعتبر كدني خارجيه لا هي تغسل لها في دمه، صح ولا لا؟ فتو احنا بنتكلموا على الدياليسيس، اولا نتكلم عن الدياليسيس وبعدين شويه نتكلم عن رينال ترانسبلانت. انا جبت في الاسئله حتى المسكيو هتلقاها في الاسئله. تعال على الدياليسيس، شنو هي الدياليسيس؟ زي ما قلنا الفكره بتاعه تخطم الدم كي في من جهه، تمام، والدايلستين هذاك من جهه ثانيه، دايليسيت هذا من جهه الفلويد، تمام، والثانيه ذاك من هنا البلد من هنا، فيبدا شنو يصير؟ اكستشينج، التوكسين تطلع والكالسيوم والبايكارب يخش ويرجع دمه كويس، صح؟ فانا بنتكلم على الدايليسيس استوى انديكيشن. تفكروا في الانديكيشن بتاع الاكيوت رينال فيلير، احفظوهم، قلت لك حفظ هذوك، تمام. بوتاسيوم عادي سيفير لهاي، بوتاسيوم سيفير، اسيدوس اقل من 7.2، حتى هم هنا زيها. لكن في الكرونيك رينال فيلير انديكيشن، هل اي حاله كرونيك رينال فيلير ندخلها على الدايليسيس؟ لا. رقم واحد احفظه، ستيج 5، ستيج 5 يعني يكون الجروميلر فلتريشن ريت اقل من قداش؟ 15 ملي بير مينت، او يكون الجروميلر فلتريشن ريت اقل، شوف، اقل من 10 ملي بير مينت. شنو تقصد؟ يقول لك لو اقل من 10 دي لدالس، اقل من 15 خلاص، هي اقل من 15 دي لدالس وخلاص. يقول لك لا، اقل من 15 دايابيتك بيشنت، اقل من 10 نون دايابيتك وادر كوز، تمام. هذا انديكيشن الاول. الانديكيشن الثاني يكون الكرياتينين هاي اكثر من 8، مش هو 1.4 1.2 1.4، اقل من 1 نحفظه فيها احنا، اكثر من 8 تبدا في الدياليسيس، او كرياتينين اكثر من 5 في الدايابيتك بيشنت، تمام. رقم 3، لو بنتكلموا على واحد جايك بسيفير سيريبرال اور بالمونري اديما، نوت ريسبوند للمانجمنت بتاع الديوريتيك العادي والمانيتول، ما خلاص دياليسيس هذا ما فيش بصارة. يوريا اكثر من 200، تفكروا فيها في الاكيوت كانت اكثر من 100 ملي جرام في المية هنا، تمام، فاكثر من 200 في الاكيوت كانت اكثر من قداش؟ اكثر من 100 او زيادتها 40 ملي جرام في ال 24 ساعة. 5، يقول لك البوتاسيوم، شنو وضع البوتاسيوم؟ يكون سيفير هايبر كاليميا او سيفير هايبر كالسيميا، تمام، حتى هو هذا نفس الشيء. شوفوا اليوريا لو زادت فوق الرقم هذا او دارت سيمتوم زي البيريكاردايتس، خلاص هذا انديكيشن ابسوليوت، ما فيش بصاره باهي. الالكترولايت ديستربنس سيفير، الكترولايت ديستربنس حتى هي ما فيهاش بصاره، ارقام عاليه طبعا هي. 6، يعني هايبر كالسيميا دارت لي بنكرياتايتس، ما عادش فيها هذا البيش، لازم يخش على الدياليسيس، ما عادش يعني فيري هاي. هايبر كاليميا فوق 7 البوتاسيوم، ما عادش فيها، تمام. ويجيبوا لكم فعلا ارقام واضحه انتم حتى في امتحان، تبدا واضح ان هي سيفير هايبر كاليميا، يعني جايبين 7.9 في كيس، ده البوتاسيوم بيوقف قلب، هذا قلبه بيوقف، انت شنو مازال تراجع. توكسيك دراج، دراج توكسيستي، في بعض الادويه بندير عليهم شنو دياليسيز، لو انه هو جاي بكرونيك رينال فيلير وتوكسيستي، في دواء كوكزيست عليه، في ادويه دياليسيز لازم عليها زي المانيثول، مانيثول، مانيثول هذا اسف شنو ماني ما ميثانول، اسف ميثانول باهي. الميثانول اللي هو مش الكحول، اللي هو الثاني الكحول ايثانول، الميثانول توكسيستي لازم يديروا له دياليسيس، والايثايل جلايكول طبعا هذا يديروا شنو في هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوزس كلهم. الاسبرين سلسليك اسيد حتى هو نفس الشيء، والليثيوم توكسيستي، ليثيوم توكسيستي طبعا، الليثيوم لازم هذا نارو تريبيوتيك اندكس نفس لقطة الديجوكس. فبالتالي احنا اللي نتكلم عليهم شنو؟ نتكلموا على شنو؟ على حالات الرينال دياليسيس، هذا الانديكيشن. الانديكيشن حفظ الدكاترة لما يجيبوا فيها في الامتحان، this patient is indicated for dialysis، وبيسألوا فيها. تعال عاد الهيمو دياليسيس، انا عندي دياليسيس يا اما هيمو
دياليسز دياليسز يا اما بروتينيال دياليسز. الهيمو دياليسز فكرتها واحده، هنتكلم بس حاجه بسيطه. زمان كانوا يجيبوا في كات كاتيتر، ركز في الكلام هذا لانه بيفهمك الموضوع كله، يدخلوها في مورال ارتري، في مورال ارتري كاتيتر عادي. اولا بنسال السؤال هو ايش معنى، ايش معنى ارتري، ايش معنى فيمورال؟ لانه كبير ضغط عالي. هو علاش ارتري مش فين؟ ياخذوا يعني الدم، مش قلنا احنا الجهاز بياخذوا الدم من بيشنت، بياخذوه من وين؟ من ارتري. علاش مش فين؟ من فيمورال ارتري ياخذوا الدم ويخش هيك الدم، بيطلع منه مفلتر لانه بيختم على ممبرين هنا، هذا ممبرين، هو اللي بيخطوط، هذا ممبرين تمام. ومن جهه ثانيه في ميه خاصه هذه طبعا تمام، دياليسيت، هذه دياليسيت هي الميه، هي بيصير اكستشينج هنا، بيصير اكستشينج، السموم تطلع والفوائد بتخش للدم تمام، اللي هي الكالسيوم والبايكارب. فايش معنى ارتري؟ قال لك لانه لازم يخش الدم هنا ويجري ببريشر، هيدروستاتيك بريشر، باش يصير فلتريشن يخشك، باش يصير اكستشينج. فلو دخلت، لو خديت كاتيتر من فين، الفين ضغطه واطي تمام، ضغطه لو يعني ناقص، فمش هيدير هيدروستاتيك بريشر، فالدم مش هيمشي. وصلت الفكره؟ هذا علاش لازم ناخذوها من شني، من هاي بريشر فيزل اللي هو ارتري تمام. كويس. طبعا الفكره في الموضوع ان احنا نديره 3 تايم بير ويك، اللي بالدياليسز هذا ديبندنت على الدياليسز اند ستيج رينال فيلير، 3 تايم بير ويك، يعني كل ما يجينا في كل مره هنديروا بانكشر، بانكشر اللي منه تخيل بانكشر اللي فيمورال ارتري. طبعا هذا مش براكتيكالي بوك، فبتدخل البيشنت في فيمورال ارتري ترومبوزس، لان انت كل مره كتر خاشه غادي، فلقاها الموضوع هذا فاشل تمام. فقال لك به شو رايك مالا نديروها فين، ناخذوها من فين؟ سهله عاد، قصدي ثلاث مرات في الاسبوع خلاص، فين خود من فين. لكن الفين مش قلنا فيه الهيدروستاتيك بريشر ناقص، بقى كيف تاخذها من فين؟ قال لك لا خذها من فين، ولما تجيب تدخلها على الماشين، يعني لما تجيب تاخذ من فين الدم دخلها على الماشين، قبل ما تدخلها على الماشين هنا ركز في الكلمه، هي تحط دخل الدم في بمب، دف الدم ببريشر، فمعناها انت استغنيت على البريشر بتاع الارتري، لانك انت توي منه جايب دم من فين بلو بريشر، فبيخش هذا كله الدم يخش بضغط في الجهاز بالشني يدير له فلتريشن. فالفين هنا دكاتره زايد بامب، داروا له بامب تمام. الفين عاد سهله هنا وكويسه وخلاص تمام. كيف هي هذه؟ زي الفين بندخله في كاتيتر، منظرها هيك تمام، كاتيتر صاير هيك فصل الفين، عندها دبل ليومن، يعني الداخل نفسها مقسمه تو ليومن، هذا ناخذ منه الدم واحد ثاني بنرده فيه فصل نفس الفين، ارى فهي فصل فين قاعده تمام، ناخذه ونرده، ناخذه ونرده، يعني ناخذه وبنرده الدم، فبناخذوه فلتره وردوه من الجهه الثانيه، دبل ليومن اسمها، دبل ليومن، ركز في هذه كاتيتر، هي يديروا فيها لحد الان قاعدين يستخدموا فيها. فيقولوا لها هم يقولوا لها موهوكر كاتيتر، الموهوكر كاتيتر، موهوكر كاتيتر هي دبل اليومن كاتيتر، هي تبي لارج فين، عيبها تبي نيد لارج فين، معناها ما نركبوهاش في سمول فين. وين نركبوا فيها؟ يا ركبوا فيها في السب كليفيان، كليفيان فين او انترنال جاجولر، جاجولر. وقداش مفروض تقعد؟ اقصى حاجه 3 شهور، بعدين بتنحاها بتغيرها، لان اكثر من هيك ما ينفعش، لان بتدخلك في كندا انفكشن سبسز وترومبوز تمام. فهذه دروها قالوا حتى هي تورتها لها مضاعفات، كل 3 شهور بتغيرها وتكلفه واصلا موجوده في سنترال لاير راكبه، مش حاجة بسيطة بهي. فداروا آخر حاجة توا وصلوا لها اللي هي شني، اللي هي موضوع قصة منه الثالثة اللي هي شني، الـ AV شنط، Arterio Venous شنط، يديروا في شنط في الفور آرم ما بين الراديال آرتري والسيفاليك فين، ما بين فين وآرتري، هذا آرتري وهذا فين مثلا صغير هكي، داروا شنط ما بيناتهم،
الشنط هذه الدم هيجي من الأرتري يخش في فين، هيضرب فصل الفين بضغط عالي. الفين بعد شهر من عملية الشنط هذه، عملية الشنطة هي تركب لها الشنط، تدي لها الشنطة، هي بروسيجر، هي تعتبر صغيرة. فالدم يبدأ ماشي بعد 1 مانث، شنو يصير للفين؟ يصير لها أرترلايزيشن، كل نبو الفين يولي زي الأرتري، تمام. وبعدين ناخده منه، ناخده من الفين نفسه، نبدو نديره بانكتشر للفين، كل ما يجي يديرنا دياليسيز ندخلوه على الماشين. باش استفدنا شين فائدة الشنط؟ علاش درناها؟ باش الفين نديرو لها أرترلايزيشن، تمام. باش الفين شين نديرو لها؟ أرترلايزيشن. لو سألك قالك الفين نديرو لها أرترلايزيشن، علاش؟ باش أولا ضغطه يزيد في الريلاتيفلي بسيط، ثانيا يبدأ الفين كل ما دي لها بانكتشر نوت إيزي، كل ما دي لها بانكتشر نوت إيزي تو جيت ترومبوزس، تمام، ولا انفكشن. فلقاها افضل شيء طريق. طبعا الشنطه هي الشنطه هذه عيوبها لو جيت تفكر فيها، طبعا انت لو حطيت ايدك عليها تحس بترل كانها في مرمر، ولو حطيت سماعه تسمع اصلا. فالفكره في الموضوع توا الشنطه هي التركيب بتاعها في حد ذاتها شنو العيب بتاعها، ان ممكن رقم واحد في الشنطه هي ك كومبليكيشن في مش السيرجري نفسها، ولكن هي نفسها يصير لها ترومبوز، أول عيوبها ثرومبوز، ركز في الكلام لأنه مهم. تاني حاجة ممكن سلاها يمرج تطربك الشنط في لحظة عادي، كت انفكشن با. ممكن تزود اللود على الهارت، لأن ايفي مال فورميشن يدير فينس ريتيرن أكتر بسرعة على القلب، فتزود يدير حاجة اسمها هارت فيلير، اسمها هاي كارديك أوتبوت هارت فيلير. فهذا علاش الايفي شنطة هي البروسيجر الثالثة الأخيرة اللي هي أساس مليحة كونترا انديكيشن في حالات الهارت فيلير، نديرو لاش واحد عنده هارت فيلير نديروها لاش اللقطة هذه. السايد افكت الثانية بتاع الشنط شنو ممكن الديس ادفانتج بتاعها؟ أول راح نعمل الشنط شنو منديرو؟ ناخذ الدم ونحطوها في الماشين، ولا ناخذ الدم منه ندخله في ماشين. فالدم لما يطلع من البيشنت ممكن تخش في هايبو تنش، كل الهيموداليسيز يكي، كل الهيموداليسيز مش بروتينيا داليسيز يدير هايبو تنش، تمام، هايبوتنشن. ب الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه او الثالثه نقولوا احنا نقولوا ان هو انكريز ريسك فور ترومبوزس. شين قلت انت؟ ما قلتها ترومبوز، لا ترومبوز هذه في الشنط. الترومبوزس اصلا الدم لما يطلع من البلاد فيز من جسم الانسان يبدا هاي ريسك فور ترومبوز فاست الماشين. هذا علاش لازم اللي على الدياليسيز ياخذوا في هيبارين، صح ولا؟ فهذا علاش لما واحد يبدا عنده سيفير بليدنج تندنسي، بليدنج تندنسي كونتر انديكيشن انك انت تدير للدياليسيس من النوع هذا، ما ينفعش لانه بتعطيه هيبارين، كيفك مش هينفع. وجماعه الكرونيك رينال فيلير عندهم بليدنج تندنسي، لكن لما يبدا سيفير وايزي تو بليد ما دابينا ما نديروش اللقطه هي، تمام. وهذا الديس ادفانتجز بتاعها با. فيبدا ياخذ فانتي كوجلنت وفيري ريلايبل شني للبليدنج. علاش انا قلت لك هيك؟ يبدا هو ريسك فور ترومبوزس البلد، فاحنا نعطوا على خطرها هيبارين. فلما نعطوه هيبارين، هيبارين هذا مش احنا الهيبرنايز الاريا هي نفسها مش متسكرش هنا ترومبوز، هيبارين بيخش نفسها حتى ولي وين للبيشنت، فبيزيد ريسك فور بليدنج، هذه كارثه هي، تمام. فما نديروهاش لواحد عنده بليدنج تندسي، هذه معناها ريسك. ثاني حاجه مش احنا خدنا دم وردناه له ثاني مرات، ما ردوه له ردوه له معاه هواء ندخلوه عنده اير امبوليزم. كل هذه كلها جايه في الاسئله، يسالك يقول لك مش الكومبليكيشن بتاع الدياليسيس ممكن تصير لها اير امبوليزم. اخذنا من بكري حاجه اسمها ديس ايكوليبريم سندروم اللي هو برين ديما، هذه في واحد ما يعرفش يدير دياليسيس دخل البيشنت اليوريا كانت هاي نقصها بسرعه، نقصها بسرعه دارها سيفير دروب فدخلها في برين ديما، تمام. اعطيه مانيتول يا اخي باش ما يصيرش برين ديما، خيرك. والايدز HIV infection يعني خشوا في HIV infection hepatitis infection، كل هذا بسبب شنو؟ بسبب الماشين نفسه، لان من شخص لشخص كانك تنقلها في دم، لكن انت ما تنقلهاش دم، انت مرات contaminated الماشين. الحاجه اللي بعدها ديمنشيا، ديمنشيا دي رير مع شويه التو كومن، لان الموضوع بدا فيه سائل معين اللي هو الدياليسيت، هذا هو نفسه خلاص ما عادش يمشي حال. ممكن يدير فوليت ديفيشنسي دياليسيس قلناها بكري، والبليدنج ممكن يدير ايرون ديفيشنسي، يدير سيلينيوم ديفيشنسي دياليسيس اللي هو مهم للقلب، فهي هذه الحاجات مهمات.
هذا بالنسبه لشني للديس ادفانتجز والانديكيشن اوف هيموداليسيس. نتكلم على البروتونيو داليسيس، بروتونيال داليسيس. باهي شني فكرته؟ ابسط منها ما فيش. هذا بروتينيوم الاورجنز الداخل هنا تمام، تستن وغيره كويس هكي ولا وجه بني ادم، انتستن سبلين ليفر بروتينيوم بطن بني ادم، هذا بروتينيوم. باهي شنو نديرو؟ هذا هنا السكن. باهي يجوا يديروا يحطوا يعتبروا البروتينيوم هذا هو الممبرين فلتر. مش قلنا بكري في الـ في الـ في الدياليسيس ماشين هو الممبرين ولا هذا هي موداليسيس بروتينيال داليسيس؟ ابسط منها ما فيش، انك انت البروتينيوم داروه ممبرين. يبدا هنا في بلود فيزلز، هنا في بلود فيزلز تمام. والبروتينيال كافيتي هنا فاضي فاستا اورجن تمام. شن بتدير؟ بتجي انت بتجيب كاتيتر، كاتيتر دخل كاتيتر بكي تمام، فصل البروتينيوم با انترا ابدومينال. وجي انت توشن عندك اللي عندك البلود فيزلز وعندك الممبرين، مازالك شني عندك ارتري بلود فيزلز خلاص وعندك ممبرين، مازالك الفلويد اللي كنا نحطه فيه من الجهه الثانيه، هو فلويد اهو فلويد هذا. لان انت شنو عندك؟ عندك الارتري خلاص بعد البروتينيوم، وعندك الممبرين اللي هو البروتينيوم نفسه، وعندك تو نبي منه نبي البلد اللي هو الدالستين. نحط خلاص الفلويد، نعطيه فلويد، نعبيه بفلويد. شنو هو الفلويد هذا؟ نعطيه فلويد فصل البروتينيوم، ندير الاسايتس الاخير كي بالليبي. فدالستين نحقنه له تمام، ود هاي جلوكوز طبعا تمام، نحط فيه علبه جلوكوز تمام. على خاطر شنو تو يصير عاد؟ يبدا البلود فيزل سهوا يطلع منه الدم يخش في البروتينيوم تمام، ويخش الجلوكوز والكالسيوم والحاجات الكويسه اللي في الدايليسيت. الدايليسيت هو الفلويد اهو تمام. فالدايليسيت نفس الفكره بالضبط، والممبرين يعتبر البروتينيوم هو الممبرين. هذه كلمه البروتينيال دايليسيس. بروتينيال دايليسيس هنا بتقول انت باهي علاش على اي اساس طلع الدم من البلود فيزلز ومش هيك؟ اولا الارتري هذا هاي هيدروستاتيك بريشر، ستاتيك بريشر. ثانيا الدايليسيت هو عنده هاي اوزموتيك بريشر، لانه عاطي فيه سكر هالبنه تمام. فبالتالي بيبدا ينتقل فلويد من هنا ويرجع من هنا، الكالسيوم يخش من هنا واليوريا والكريتينين يطلع من هنا. بعد ما يبدا هذا كونتامينيتد خلاص، خدا اليوريا وخدا الكريتينين، شو ندير؟ نفرغ، ناخذ عاد الدايليسيت الفلويد هذا نطلعه نفضيه ونحط له مره ثانيه تمام، ونكرر العمليه، نكرر العمليه تكرار هيك لين نغسل له دمه تمام، ريفيلينج مره ثانيه وهكذا. صح ولا لا؟ هذا بالنسبه شني للبروتينيال داليسيس. شنو الادفانتجز شنو الديس ادفانتجز بتاعها ترى؟ يعني شنو يعني الادفانتجز بتاعها وشنو الديس ادفانتجز بتاعها؟ اول حاجه نبي نعرف الديس ادفانتجز بتاع العمليه هذه، يعني الطريقه هذه شنو الديس ادفانتج عيوبها. اولا العيب في البروتينيوم، ممكن يصير عيب في البروتينيوم. شنو يعني؟ ممكن تدير وانت تحط في الكات دير انجري، دير انفكشن، دير تروما لأورجن انجري، يعني اي اورجن، اورجن تضربه انجري، دير انفكشن، دخل انفكشن بروتينايتس. بلاش انت مش تحط في فلويد، دير له في اسايتس. انت قلت لك انا وانا تحط له في فلويد ولا تزود في البريشر فاست الابدومن ولا الناس هذا ممكن يخشوا في هيرنيا من كتر ما انت تدير لهم شني، تعطيهم في انكريز انتر ابدومنال بريشر تمام، يصير له تشيني كافاجينالس هيرنيا، ويصير له هيرنيا فين كان عادي تمام، هيدروسيل عادي، كل هذا عادي معهم. به هذا بالنسبة للبروتينيوم نفسه. بلود فيزل نفسه الارتري هو انا عيب توا في البروتينيوم قلت في البلود فيزل نفسه. لو كان في فاسكولايتس عند الحالة هذه، الفاسكولايتس هتمنع ان يصير شني ديكريز في الاكس تشينج، فالعملية مش هتنجح، عملية الاكس تشينج والتفلتير مش هينجح، لان في فاسكولايتس، لان في البلود فيزلز يكونوا صغيرات والبرميابيلتي مضروبه في الفاسكولايتس تمام. هذه مهمه. بلاش اصلا في عيب في الفلويد نفسه، دايليسيت نفسه في عيب فيه الفلويد نفسه. علاش؟ عنده سكر هلبه جلوكوز، والجلوكوز هذا ممكن يخش للجسم يدير لي هايبر جليسيميا، والناس هذو اصلا شني ممكن يكون عندهم دايابيتس،
يعني مش ناقص انا فهمت الفكره وين. هذه النقطه الثانيه. ثاني حاجه بايخه قال لك الناس هادو البروتينيين ما ينفعش تديرها لواحد بوست ابدومينال انفكشن، يعني عنده هيستوري في ابدومينال انفكشن، او بوست سيرجيكال بوست ابدومينال سيرجري. علاش؟ انتوا عارفين طبعا لما يديروا ابدومينال سيرجري شنو يصير؟ يصير ادهيجن، ولو صار ادهيجن في البروتينيوم حتى في الكرونز ديزيز مثلا يبدا شنو صاير هذا البروتينيوم هذا الاورجانيكي مثلا ويبدا فيه فايبروس مثلا هنا او دخلت كتر انت هنا او الارتري هنا تمام هذا دخلت كتر هنا انت هذه كتر دخلت فلويد وين بيصير دالسز في الجهه هذه بس لوكالايزد هنا بس تمام وهذه خطيره مش بسيطه فتزود الريسك اوف انفكشن وتزود الريسك اوف ادهيجن وتزود الريسك فما يندارش الحالات هذه تبدا فيها عيب اللقطه هذه تمام هذه عيبها انفكشن والسيرجري ما ندير لهمش باهي هذا عيوبها الادفانتجز بتاعها ادفانتجز مزاياها اولا رقم واحد ما عنديش اي في فيستولا ارتيريو فينا فيستولا ديك ما عنديش فعيوب الفيستولا كلها نحا نو ما فيش لا ترومبوز بتاع فيستولا ولا واحد عنده هارت فيلير مثلا ندير هالا بروتينيال دالسيس ما نديرش هاي كارديو كوت هارت فيلير معناها كله ما عندناش نو نيد فور انتي كوغلنت لان انت اصلا ما فيش ريسك فور شني فيش ريسك فور ترومبوز يعني لان انت ما طلعتش الدم برا الجسم الدم قاعد في مكانه داخل فصل البلد فيزلس ويولي بروحه تمام ما عندهاش ريسك لهايبوتنشن نو هايبوتنشن تمام نو ريسك فور انفكشن or less risk for infection قلوا or no risk for ايوه قصدي به الهيباتايتس من infection قلنا بروتينية ممكن تصير less infection هيباتايتس ما يصيرش معاهم مكي من الاخير هيباتايتس no هيباتايتس ما تصيرش بالبروتينية دياليسيس ركز فيها يا و HIV infection ما يصيرش لكن infection البروتينية ببكتيريا تانية اشريشيا كولاي غيرها ممكن تصير عادي تمام خمسة هذه مهمة نو ايرمبوليزم كومبليكيشن معناها الكومبليكيشن اللي كانت موجودة في الهيموداليسيز مش هتصير وين؟ في البروتينيال داليسيز تمام بس هذه طبعا انتم عارفين القصة اللي هي بتاع الواحد الراجل الفرنساوي ذاك اللي دار حاجة اسمها امبولتري بروتينيال داليسيز امبولتري يعني في الحوش واحد حتى هو ماشي في حوشه في خدمته يقدر يدير داليسيز الكاتتر نفسها اللي في الابدومن هي دار لها صمام ويبدأ البيشنت هو نفسه يصب في الفلويد فصل البروتينية بتاعه وبعدين يمشي هذه اسمها continuous ambulatory يعني walking ambulatory dialysis بروتينيال dialysis بروتينيال هذا دكاترة حتى فهو راقد في الليل بعدين بيركب الماشين ويدير شنو يدالس فكرة انه كل شوية البيشنت ممكن يعبي البروتينية بتاعه بفلويد بعدين يفرغ تاني ويعبي تاني طول اليوم وفي الليل يركب في الماشين ويرقد تمام فهذه مليحة بكل مش عادي خلاص هذه بالنسبة لشني بالنسبة للهيمو دياليسيز والبروتينيال دياليسيز هذا لو الكرونيك رينال فيلر منديرونهم دياليسيز والكومبليكيشن والانديكيشن تكلمنا عليهم بأفرض مني لرينال ترانسبلانت رينال ترانسبلانت هذه توا تكلموا عليها نقل كدني منو اللي انديكيتد فور رينال ترانسبلانت اي شخص عنده رينال فيلير ركز قلت رينال فيلير اكيوت ولا كرونيك از انديكيت فور رينال ترانسبلانت يقدر ينقلوا لك كليه ما دام عنده فشل لو قصدي الاكيوت ما تعالجش يعني لان الاكيوت ريفرسيبل فهو انديكيتد بالذات الكرونيك اني ستيج كرونيك رينال فيلير از انديكيتد فور رينال ترانسبلانت اني بيشنت ود كرونيك رينال فيلير انديكيتد والاكيوت ريفرسيبل لو كان اكيوت ريفرسيبل وسيفيرلي دامجد الكدني وخلاص وخش في الريفرسيبلتي تقدر تنقل له كدني لو تقدر تمام بقى الرينال ترانسبلانت انديكيتد لحالات الكرونيك رينال فيلير انديكيتد كرونيك كدني ديزيز خلاص باي في اي ستيج ممكن ايه لكن انلسك الشرطة وحيدة انلس there is no الا لو ما كان في كونتراندكيشن ما فيش كونتراندكيشن خلاص باي شنو هي الكونتراندكيشن انت تنقل كدني لبني ادم من الناس اللي ما ينقلوهمش كدني شوف عنده سيفير كارديو بالموناري ديزيز يعني واحد عنده دايليتد كارديو مايوبتي عنده هارت فيلير نايها فور تشم تنقل له هو اصلا قصدي قلبه مضروب واحد تاني مثلا عنده سيفير سي او بي دي تمام ستيج فور
تمام فيري سيفير، فمشكلتها خطيره فما ينفعش. رقم 2 هنجي نقول لك واحد مثلا ما نقولهاش عنده ميتاستاسز كانسر منتشر باهي بسبيشي الكانسر اللي هو الكوليو انجيو كارسينوم، كولانجيو كارسينوم، كان تتذكروا حتى في الجهات هذا ما نقولهمش ليفر، كولانجيو كارسينوم او اند ستيج كانسر، تمام كولانجيو كارسينوم اند ستيج كانسر سيفيرلي سيبسيس، طبعا سيبسيس بيشنت عنده انفكشن وهي علبه باهي. الايدز بيشنت ما نقولهمش كدني، تمام ما ينفعش معاهم نقول كدني، تمام ما ينفعش معاهم نقول لهم كدني. حاجه ثانيه باش ننقل كدني لابد ندير بلاد جروب ماتش بين الدور دونر والريسيبينت، بلاد ماتشينج اند هالا ماتشينج هيوم ليكوسيتيك انتيجين ماتشينج، تمام في الكدني، في الليفر بلاد ماتشينج بس، في الليفر ننقل ليفر بلاد ماتشينج بس، لكن في الكدني لازم ننقل لازم حتى الهيوم ليكوسيتيك انتيجين ماتشينج، تمام نحط الكدني في الرايت اليك فص جديدة، هذه الكدني جديدة نحطها في الرايت اليك فص، ايش معنى علاش مش في الليفت؟ الليفت فيه سيجمويد ما يمشيش حاله هيضايقنا، نحطها في الرايت. ثاني حاجه الكدني لما تجي الكدني فيها يوريتر فيها ارتري جايها فيها فين طالع منها، تمام فانت بتجي الكدني موجوده فوق علاش حطيتها في الفصه علاش ما خليتهاش مكانها علاش؟ لانك انت لما بتقص يوريتر خلاص ناحي الكدني بتقص يوريتر شين بتجي تدير؟ هما لما قصيتها بدي لك كلمب خلاص هذا بتسكره اليوريتر قصيتها بيبدا قصير، فتبي الكدني تحطها بحدا وين اقرب مكان للبلادر ودي لها الوصله هي باهي. منين بتصب لي الكدني انت؟ تصب لي يعني منين تعطيها الارتري؟ تعطيها من انترنال ايليك ارتري، انترنال ايليك فين تصب تربطهم بعض، تمام خلاص. هذا بالنسبه لي شني للوصلات هي، الوصلات هذه كلها ممكن تتشرك ككومبليكيشن الجراحه هكي من الاخير، كلها ممكن يصير هيموريج ممكن يصير ليكج لليورين معش يصب في اليورين بلادر obstruction في الوصلات هذه لان هذه بنادم دايرها، تمام فهذه رايت اليك فصة حطها في الرايت اليك فصة. باي قال لك دكتور سالك في الاورال علاش في الرايت اليك فصة مش في الليفت؟ لان سيجمويد في الليفت. باي علاش في الاليك فصة اصلا قريبه من يورين البلادر؟ هذا السبب الاول لان قصير اليورتر ما عندناش يورتر طويل توا خلاص. باي السبب الثاني لان لما تبدا في الرايت اليك فصة سوبرفيشال تبدا ايزي تو تيك هذه مهمة بايوبسي، وعلاش بتاخذ من الكدني اللي زرعتها بايوبسي انت؟ على خاطر لو جت تشبه دير ايرلي ديتكشن للريجكشن، لو صار لها ريجكشن تعرفها طول تظبطها طول ده بالبايوبسي، لان تو دياجنوز ريجكشن لازم بايوبسي، لازم تاخذ بايوبسي، تمام دكتور؟ يعني انت ضربت كذا معلومه تو هنا في الرينال ترانسبلانت، خلاص هذا بالنسبه لنا احنا لما تكلمنا على الرينال ترانسبلانتيشن وان احنا وين نزرعوها الكليه كيف نديرها على اكثر ولا اقل. هذا بالنسبه للكرونيك كيدني ديزيز، تكلمنا على الهيموداليسيس والتريتمنت بالتفصيل، تكلمنا على الكرونيك كيدني ديزيز بالتفصيل، تمام الدكاتره هيكونوا تو الفيديوهات الجايات قصيرات شويه بالنسبه للنيفروتيك نيفيتك، يا والله هي متاخر في الليل هلبه لكن بنكملهم فاهم معلش، وان شاء الله بالنجاح ان شاء الله ناجحين يا رب ان شاء الله بالتوفيق.